خبر آخر كمان مهم جدا، شرطة البيئة والمسطحات وصلت طبعا، هي بتعمل حملات كتيرة لمراقبة الأسواق، أسواق التصنيع والإنتاج في السلع الغذائية، ضبطوا قضايا جديدة من الغش التجاري في الأليوبية. آخر ضبطية بقى أسفرت عن ضبط 16 ألف لتر من سائل إيناتو. سائل إيناتو ده بيسبب الإصابة بالفشل الكلوي والسرطان. لقوا فين؟ لقوا الكمية دي جوه مصنع لإنتاج الخل. فاكرين حضراتكم، أنا مش متأكدة إذا كانوا الاتنين ليهم علاقة ولا لأ ببعض، بس فاكرين من سنتين ثلاثة في هوجة كده طلعت في السوشيال ميديا وتقالك فيها إنه خد بالك الفول اللي بيتعمل في الشارع اللي إحنا كلنا بنتجنن على طعمه ده، أحيانا بيتحط على القدرة، الفول لما بيكون لسه بيتدمس، فأحيانا بيتحط عليه مواد معينة، والمخللات برضو اللي بتتباع في الشارع، البرطمانات دي ساعات بيتحط عليها عشان تكسبها مذاق، ففي مادة بتتحط عليها، مادة دي بتخلي طعم الفول مثلا أحلى بكتير، لكن قد تصيب بالفشل الكلوي والسرطان. الكلام ده كان طالع من فترة وخلاص ورجعنا نسيناه بعد كده. فدلوقتي الجديد انه اللواء طارق الجبالي مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات وجه بمواصلة الحملات في الأليوبية لضبط قضايا تصنيع المواد الغذائية المقلدة، وضبط 14550 لتر مواد خام وسوائل مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، منها مادة إيناتو اللي قلناها لحضراتكم اللي بتستخدم في سرعة تحليل أنسجة المواد الغذائية زي الفول المدمس والمخللات اللي بنقول إنها بتسبب الإصابة بالفشل الكلوي والسرطان. كشفوها فين؟ داخل مصنع لإنتاج الخل بكفر شكر، وضبطوا 1800 لتر كحول أحمر معدل البيع غير مدون عليه أي بيانات. طبعا الخبر ده كارثي بكل المقاييس، خطورته مهمة جدا إن احنا نتكلم فيها، بتكلم على الصحة العامة وبعدين بتكلم على فول، يعني فول ومخلل، ما اعتقدش في بيت في مصر ما بياكلش فول ومخلل. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور محمود عمر. دكتور محمود عمرو مؤسس المركز القومي للسموم بكلية طب القصر العيني. دكتور محمود أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، أنا سامع التقرير، حاجة رائعة اللي أنت بتحاربي فيه ده. الله يخلي حضرتك، الحرب لازم كلنا يا فندم نشترك فيها مع جميلة. بعض. الله يخليك. المادة الكيماوية اللي هي محطوطة إيناتو ده زي اسم الدلع يعني. ده اسم الدلع يعني بتاعها. ما شاء يعني الله، هي ليها اسم دلع كمان؟ لا اصل مش ما فيش حاجه اسمها ايناتو. اوكي. لكن ان في مواد او اضافات غذائيه بدون موافقه وزاره الصحه على التركيب الغذائي بعد اضافه هذه المواد، ده مخالفه في حد ذاته. يعني طب هل السوائل دي ضاره بالصحه؟ بمؤكد ضاره بالصحه، لانها مخالفه للقواعد الطبيه اللي بتحدد إضافات المواد الغذائية من ناحية اللون أو الطعم أو الريحة أو السوى السريع، يعني قبول الإنسان ليها من غير مشاكل، قد إيه الإنسان يقدر يتحمل من الحاجات زي الأدوية. ما هي الأدوية مادة سامة، لكن بناخد منها جرعات، الجرعات ديت لا تضر بصحة الإنسان، بينما العكس إنها تفيد. يعني الإناتو إذا كان الغرض منه زي الإيديتا اللي احنا اتكلمنا عليها وأنا اتكلمت عليها بالتحديد من سنتين فعلا، إن احنا نسوي الفول بسرعة عشان نوفر طاقة من غير موافقة الجهات المنوط بيها اللي هي الزراعة والصحة، إن احنا نسجل اي اختراع إن كان لكن يتم دراسته، يبقى اللي احنا بنطالب بيه الإناث اللي هو بيتكلموا عليها تتحلل ونعرف هي مركبها ايه بالظبط. طيب قبل ما يعني نقول انها مبدئيا الإناث يا فندم اللي هي ايه؟ معلش اشرحها لنا بشكل مبسط اكتر. ما مش معروفه، مش معروفه. انا ما بقول اسم الإيديتا كان مادة كيماوية اللي هي بتاع الفول. إذا كانت هي نفس الشيء علشان تنضج الطرشي أو ينضج بعض هو الكلام إن المادة دي بتساعد إن الأنسجة بتاعة المادة الغذائية تدوب كده، تبقى تيستي أكتر، أو تبقى يعني لا تبقى ناضجة بسرعة، أو عفوا تبقى تتمضغ أسرع. صح مظبوط، تحلل الأنسجة أسرع. بيعملوها في الفاكهة
علشان تنضج بسرعة. طب ناكل ايه يا دكتور؟ يعني نعم؟ لا فول ولا مخلل ولا فاكهة، ناكل ايه يا دكتور محمود؟ ناكل ايه؟ هي شوفي اللي انت بتعمليه واللي بتعمله وزارة الصحة بانتظام في التفتيش، واللي بعمله المحافظين والنواحي الإدارية لضبط الناس أنا عاوز أقول المجرمين صحيح اللي زي كده صحيح، دي من أهم ما يمكن، ودي موجودة في العالم كله. طيب تنصح الناس بإيه يا دكتور؟ نعم؟ المواطن البسيط الغير متخصص اللي بيسمعنا دلوقتي بياكل من على عربية الفول، بياكل المخلل، كل الحاجات دي، يعني تنصحه بإيه يا دكتور؟ أنصحه أنه يسلم أمره إلى الله وللدولة، وإحنا بقى نقول للدولة استمري في عملية التفتيش وضبط المخالفين والحفاظ على صحة هذا المواطن الغلبان. وعلى فكرة مش الغلبان اللي هو غير قادر، الغلبان أي متداول لهذه المواد ده غلبان، يعني مفيش حد ما بياكلش فول مهما كان غني بياكل فول. حضرتك متخيل يا دكتور في عندنا كام عربية فول في مصر؟ عدد مهول. طبعا ده غذاء شعبي معترف به ان هو نمبر ون. نمبر ون صح، هو ده اللي نمبر ون. عربية الفول المدمس هي اللي نمبر ون فعلا. نمبر ون طبعا، محدش يقول غير كده. لا، ولازم يكون جنبها الطرشي والمخللات طبعا. بشكرك جزيل الشكر يا دكتور، دكتور محمود عمرو مؤسس المركز القومي للسموم بكلية طب القصر العيني، بالحديث أيضا عن الصحة امبارح الحقيقة.